مولانا، نتحدث اليوم عن الإمام القرطبي رحمة الله عليه، صاحب الجامع لأحكام القرآن. لو تحدثنا عن مشروعه التجديدي ومفتاح هذا المشروع، نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي. هو ولد في الأندلس اللي هي دلوقتي بقى اسمها إسبانيا، وقرطبة من البلاد العريقة والتي حملت الحضارة الإسلامية وتعلم هناك. الإمام القرطبي أتى لنا في مجال التفسير بكتاب فريد لا مثيل له. من مصادره تفسير ابن عطية. احنا كنا في يعني متعجبين كيف كل هذا العلم والوضوح والشفافية والسهولة. ده القرطبي سهل إلى الآن، حتى على مع تدهور اللغة ومع عدم الاهتمام بها، من يقرأ القرطبي يفهم إلى الآن. فهو أخذه من تفسير أبي بكر بن عربي الأندلسي، كان له تفسير كبير في 90 مجلد، وأخذه أيضا من ابن عطية. وعرفنا ده لما ابن عطية الطبع، فعرفنا أن هناك مقاطع لكن من ابن عطية موجودة في القرطبي، لكن القرطبي أضاف القراءات، أضاف توجيه هذه القراءات، أضاف علوم العربية، أضاف الأحكام الفقهية، وحذف كل ما كان معتمدا على الأساطير، على الإسرائيليات، على القصص المتداول الشعبي. حذف من التفسير كل هذه الأشياء. والقرطبي ولد في أوائل القرن، يعني 600 610 في خلاف، لكنه انتقل في 671، يعني إما يكون عنده 71 سنة أو 61 سنة. لكنه بحكم تربيته في الأندلس كان مالكيا، لأنه كل المغرب كان مالكيا، لكنه لم يكن متعصبا للمالكية، وكان عندما يذكر الأحكام يذكرها بأدلتها وبكيفية تفريعها على هذه الأدلة وكيفية استنباط هذه الأحكام. فألف كتابه الجامع لأحكام القرآن، حذف القصص والأساطير والكلام اللي ملوش لازمة أو الضعيف أو الخرافات إن صح التعبير أو الإسرائيليات، واكتفى بتعليم القرآن. ابن أبو بكر بن العربي يسبقه، لكنه أطال في تفسيره جدا، يعني عبال ما تقرأ الآية تاخد لك فيها 2 3 أسبوع. ابن عطية اختصر في تفسيره. فهو جاء لنا بمدرسة تجديدية في التفسير مبناها 1، تفسير القرآن بالقرآن. مبناها بيان الأحكام الشرعية من خلال القرآن الكريم. مبناها عدم الالتفات إلى الروايات الخرافية الأسطورية أو القصص الشعبي أو الإسرائيليات المروية عن بني إسرائيل. مبناها الاهتمام البليغ باللغة العربية. مبناها أخذ القراءات مأخذ أنها أبعاد القرآن، يعني القرآن ليس قراءة واحدة. فيبين في تفسيره الإعراب، يبين في تفسيره ما الذي ورد فيها من القراءات، ويبين في تفسيره أحكام الفقه،
ويتتبع هذا. المدرسة هذه مدرسة تعد مدرسة تجديدية. لما جاء القرطبي إلى مصر اختار منية ابن خصيب. ابن خصيب ده كان يعني في الدولة العباسية، وحصل في منطقة محافظة المنيا دلوقتي، حصل يعني زي ثورة، زي اضطرابات، حاجات زي كده. فالخليفة زعل من أهل هذه المنطقة، وقال والله لابعت لكم واحد يحكمكم يكون يعني مش ابن أصول، يعني علشان يعمل تصرفات وحشة. فبعت لهم ابن خصيب اللي هو زي أقل عبد موجود في القصر بتاع الخليفة في بغداد، بالعند يعني في أهالي المنطقة، علشان يربيهم بقى، علشان زي ما بيقول المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. يعني كان بيبقى أخلاق العبيد دي كانت يعني اللي احنا بنسميها السوقية.